الفل يا عم سلط. صباح الفل يا استاذ امورني. اديني والنبي شويه حال الله يرضى عليك. امورني يا عيوني. مامي جايبها لك عشان تدوس بيها على الخل. والله العظيم هو اللي نط قدام العربيه، وبعدين انا مش فاهم ايه اللي خلاه يعدي وانا بعدي. دوس فرامل يا اخويا، اسحب هاند بريك يا حبيبي، لكن انت بالصلاه على النبي قاطع على 150. والحته اللي معاك شديده تعمل لها 165 على الاقل. واحنا الغلابه نداس بالجزم ودمنا يسيل على الاسفل. حد يستعجل النيابه يا اخواني. يا عم بقول لك والله العظيم هو اللي نط قدام العربيه، انت مش حاسس تصدقني ليه؟ انت تخرس خالص. يا اخوانا يا رجاله ادكوا معايا شيلوا على الطريق. لا اوعى حد يقرب منك له، دي مسؤوليه. واحنا عارفين الراجل فيه ايه؟ عمود فقري طقطق، جمجمه بشروخه، هنعمل ايه؟ الاسعاف تيجي تتصرف معايا اللي تعرف تتعامل معاه. يلا يا عم حاج هات لي فرخين جرنان بسرعه. وانت يا خال معلش شويه بن، الراجل دمه بيتصف. بسرعه يا اخوي. وانت يا حاج معلش الله يرضى عليك، خد الشاب الطرب ده هات لنا من شنطه عربيته وقطع عربيه. يلا بسرعه. يلا يا اخوانا كل واحد يشوف حاله يا اخوانا، الراجل لازم يتنفس يا جدعان. كده احنا قافلين فردتين يا جدعان، نقفل فرده واحده. توكلوا على الله يا جماعه. يلا يا حبيبي معلش ده مسؤوليتي انا يا جدعان. توكلوا على الله، توكلوا على الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الاسعاف ما جاتش ليه يا اخوانا؟ مين اللي قال لك جيب بن؟ انا اروح اجيب الاسعاف. حسب خلي بالكم الراجل يا اخوانا والشنطه اللي معاه دي امانه، حد يقلبها ولا حاجه. اطلع يا اسطى. ما يلزمونيش وما يسووش، خد حاجتك يا سعيد واتكل على الله. يا سلام كلتها انا كده يا دكتور. يا عم دي التذكره لوحدها تعدي الباكو. دي تذكره فضل الله يومين، الاقي مين حد يسافر بيها. تصرف انت فيها وربنا يكرمك. سيبك من التذكره يا سيدي اهي، خلينا في الباسبور. زي الفل ومليان اختام وفيس. ايه دي؟ شنجل؟ انت تعرف تقرا انجليزي؟ لا بس مش الا يعني. دي كلها اختام دخول وخروج ملهاش اي لازمه، وصاحب الباسبور ده طباخ على مركب، يعني مفيش شهاده تنفع صاحبها. والباسبور ده بحري يعني لازم بحار. يا عم لا بحري ولا ابل، يعني اولع فيه. تبقى حمار. ليه؟ عشان الصح ان انت تسيبهولي لحد ما يجيله صاحب نصيبه، وهي فلوس متشاله لساعه سودة. طيب هات 100 جنيه. ليه؟ مش لسه مديك الباسبور؟ انا قايل لك ما تسويش. انا ما لقيتش ليه؟ الله، يعني انت عايز تقنعني ان صاحب الباسبور دوت ما كانش معاه دولارات ولا استرليني؟ بتتهمني بشرف يا عماد؟ بقى انت مش لسه قايل لي حالا على الكنبه دي وانا شاهد ان الراجل ده طباخ على مركب، يعني خد من الفرع على قفاه. خلاص خلاص خلاص. خد ادي 50 جنيه لحد ما ربنا يسهل. سليمه يا عم ما تبصش عليها، يلا بقى غور غور. يخرب عليك يا برنس، انت بتجيب الحوارات دي منين يا؟ من الغلب اللي احنا عايشين فيه يا باشا. مره يا باشا زمان كنت عيل صغير كان قريب، رحت ساحب علبه الكشري ومتجه على ايه؟ السيما اللي شغال فيها عم اسماعيل. كان فيها فيلم اللي هو بتاع استاذ عادل امام واستاذ هادي الجندي. خمسه باب. خمسه باب. ده كان مولع. دخلت قعدت على دكه كده ورا، دخل راجل بجلابيه وعجله، دخل السيما بالعجله، عجله ورايا 32، راح فضل ماشي 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 وراح راكنها على الشاشه. اقول ربنا يا باشا. على الشاشه؟ على الشاشه، انا مش شايف. رحت قايم اعجب بفندي محترم كده، طلع من اياه، قعد يقرب يقرب وهوب
حط ايده فين؟ ايه يا ربي ايه؟ ما تيجي تقعد على الحجر احسن. ما وقعد يا باشا. انا بقى ليه؟ رحت قايم جاري متجه لدوره الميه. اه قعدت الف الف في دوره الميه قام منه. في ايه يا حضر الصوت؟ تمام يا باشا. في خناقه فيها واحد قتيل واتنين في المستشفى حالته بخطر. طب انزل انت وانا هاجي وراك. يا باشا اتوكل انا على الله. لا يا سعيد استناني ساعة زمن بالظبط اروح وارجع على طول. طب مساتك ممكن انا اروح واجي معاك تاني يعني. ما انت لو رحت مش هترجع تاني. هتستناني ولا اخلي الصول يحطك في العجز؟ هستناك يا باشا. ايوه كده انا كده احبك اقعد بعيش حياتك. توقف استني اتكل على روح يلا. شكرا. انت عايزه حاجه؟ لا يا ابني عاوزاك طيب. يلا روح لامك زمانها قلقانه عليك. طب انت ما يلزمكيش اي خدمه؟ الله يسلمك يا ابني ربنا يخليك. لا قول لي انت جاي منين يا حسين؟ انا جاي من القاهره. طب يا ابني وانت جاي ما سمعتش ولا شفتش حادثه حصلت كده ولا كده؟ لا يا حاجه اطمني ما حصلش حاجه خالص ولا على الطريق الصحراوي ولا على الطريق الزراعي. وبعدين الغايب حجته معاه. روح يا ابني ربنا يطمن قلبك زي ما طمنت قلبي. يلا يلا روح لهم. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يطمن قلبي عليك يا حمادة يا ابني يا رب. ايه يا عم اسماعيل؟ في اتنين واقفين قدام باب البيت. طيب انا هروح انام عند عماد. لا 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 انا مش هنزل طلبات تاني، انا عايز اشطب يا معلمين. اظن كلامي واضح. انت ليه مضليالة؟ بقولنا المعلم رامي هيعوضك. انت تفهمش يا عم المارد. افهم انت، البرنس مش جاي، البرنس فلق يا ابني. كده كده احنا مستنيينه لحد ما يجي. استنوا لوحدكم، انا عايز انام على بال ما الم الكراسي واشطب العده كل شبته القهوه دي. ماشي. ها السلام عليكم. خد يا حاج، هو البرنس مش كان معاك؟ اه سابني من بدري. اصله زعلان على العربيه ومش طايق نفسه بقى. ما قالكش هيجي امتى يا حاج؟ يا ريت يا ريت لو انتوا شفتوه قولوا له يكلمني. انت هتلعبنا يا راجل انت؟ عيب، راجل كبير ومحترم نزل ايدك. صباح على خير. لو احتجت اي حاجه نقر لي على الشباك.